تهديدات جوفاء بالمطلق عزيزي ومزرية. يعني حقيقة الأمر أي أخ إيراني موجود في كاليفورنيا يعمل في مجال الاستثمار بالسجاد أو الألماز يعلم أن هذا شيء مثير للضحك. أولا الأمة الأمريكية واحدة عندما يتعلق التهديد من الخارج وخاصة من إيران، فبذلك يتضح تصريح جيك سوليفان التهديد الذي حمل وعيدا لإيران في حال استهدفت أي أمريكي، والمقصود ذلك التهديد الأجوف. قضية أن تهدد ترامب، يعني أعتقد أن الكثيرين في إيران يحلمون في عودة ترامب، لأن ترامب قال من ضمن ما قال أنه بشهر واحد سيتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، لأنه من يحقق التفاوض عزيزي دائما والاختراق الدبلوماسي هو الصادق وليس المراوغ الذي يعلم أنه يراوغ عن ضعف وليس عن قوة. عندما تهدد ترامب لا مصداقية لذلك، لذلك سيزيد من الدعاية لدونالد ترامب. بومبيو اليوم سمعته في فوكس نيوز قبل لقاءكم هذا يا عزيزي وسخر أيضا من هذه التهديدات، هي تصب في مرحلة تقديمه بقوة أكثر للتنافس بالنسبة للحزب الجمهوري. نيكي هيلي مع كل الاحترام لن تصبح أبدا، وهذا رهان بيننا، نائبة رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، لا ينسى الجمهوريون والمحافظون تحديدا كيف انقلبت على ترامب عندما صارت القضية في مسألة المصادقة على نتائج الانتخابات التي تعرضت للتزوير. هي كانت كما ليز تشيني، هي هاجمت دونالد ترامب وتتهم بأنها وصولية انتهازية أخذت أكبر من حجمها. ما أفاد نيكيلي، أنا لن أحول الموضوع عن نيكيلي، ولكن ما أفاد نيكيلي هو موقفها الصارم في دعم إسرائيل والذي أخذ عليها بالنسبة للدبلوماسية بالأمم المتحدة. أن تقول أنها ستكون بمنصب نائب الرئيس ويعتمد عليها دونالد ترامب، هذا مستحيل، وأنا مستعد للرهان في ذلك. أقصى طموحها أن تصبح وزيرة خارجية في إدارة يكون فيها دونالد ترامب يريد أن يعطي فرصة لها، وأعتقد أن ذلك مشكوك بأمره.